اسم علي ديبو، عامل صاحب حفارة، الحفارة اشتغل حفر آبار. أغلب الأبيار الارتوازية يعني مو البحرية، يعني شغلنا كله من المزارعين حفر الآبار كثرة، يعني كثرة يعني من قلة المي. مثلا في الأرض هكتار هكتارين حافرين بيو بير بيرين ثلاثة في قلة المي يعني. والشلون يعني المي الصاير كله جوفية هلق يعني بحري، ما ظل سطحي يعني مثلا 100-150، ما ظل هالميات كله صار 200-250 متر على هالحالة يعني. متى يقبل الناس على حفر الآبار؟ في أي فصل؟ الشتاء أم الصيف؟ الصيف، الصيف شهر الرابع خامس في هذا يعني أيام الزراعة يعني بطاطا، واطي أيام البطاطا ولا شيء يصير الحفر.